السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الجفاف وانعكاساته على مستقبل العراق. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب الأكاديمي الدكتور نظير الأنصاري المتخصص بشؤون المياه، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. تعد أزمة المياه في العراق واحدة من أهم وأخطر الملفات التي تواجه الدولة بعد 2003، إذ لم يشهد هذا الملف اهتماما حقيقيا من قبل الحكومات المتعاقبة على حكم البلد بعد الاحتلال، وبسبب سياسة عدم الاكتراث بالقضايا التي تمس حياة المواطن العراقي والتي انتهجتها حكومات بغداد، قاد هذا الأمر العراق إلى الدخول في دائرة الخطر من حدوث كارثة حقيقية تتمثل في القضايا على المساحات الخضراء والثروتين السمكية والحيوانية. ولعل الأسئلة التي تطرح اليوم: ما سبب عدم المبالاة من قبل الحكومة؟ وما هو شكل المرحلة المقبلة من عمر الدولة العراقية فيما لو تعمقت أزمة نقص المياه؟ وكيف سينعكس الجفاف على مستقبل العراق وشعبه؟ وهل تملك حكومة بغداد القدرة والإرادة على معالجة مشكلة تدفق الكميات التي يحتاجها العراق من دول المنبع؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم المشاركة للإجابة عليها. الآن مشاهدينا نرحب بالدكتور نظير الأنصاري معنا عبر سكايب المتخصص بشؤون المياه، حياكم الله دكتور. شكرا جزيلا أخي. بداية إذا بدأنا من المشكلة منذ البداية، هل أزمة نقص المياه في العراق هي أزمة جاءت بعد الاحتلال أم كانت موجودة قبل ذلك؟ هذه الأزمة بالحقيقة بدأت من يعني تدريجيا من السبعينات. نعم. من تركيا بدأت تنفذ مشروع جنوب شرق الأناضول اللي معروف باسم الجاب، فلذلك قلت المياه في نهري دجلة والفرات. بعدين إيران بدأت أيضا تنفذ مشاريعها الروائية وتحول قسم من روافد نهر دجلة وأهمها الكارون والكرخة وسيروان، فبدأت تتفاقم الأزمة لأنه الحكومة العراقية ما اتخذت أي إجراءات تجاه هذه المسألة. فهذه المشاريع المائية في دول الجوار، زائدا التغير المناخي، زائدا ملف أو استراتيجية المعمول بها حاليا لإدارة الموارد المائية هي استراتيجية خاطئة. لأنه مدخلات قسم منها غير صحيحة إطلاقا. هذه تسببت في الأزمة. سنتطرق بعد قليل مع حضرتك دكتور إلى طبيعة هذه الاستراتيجية وتفاصيلها، لكن في عام 2018 حضرتك نشرت مقال تحدثت فيه عن أزمة الجفاف في العراق. طبعا أثناء قراءتي لهذا المقال ثبت أو لمست منه أن هناك أزمة مياه متصاعدة مع الوقت، وهذا الموضوع يشكل تحديا خطيرا لا يبدو أن العراق مستعدا لمواجهته. ما الذي تغير خلال الخمس سنوات من وجهة نظرك الشخصية؟ هل نحن نسير في طريق صحيح؟ هل نحن نسير إلى أزمة أعمق؟ بالحقيقة كل شيء ما صار. يعني احنا نسمع كلام لطيف جدا من المسؤولين، لكن تنفيذ على أرض الواقع ما موجود. المشكلة الكبرى أنه ماكو استراتيجية مبنية على أساس علمي تتعامل مع المشاكل الموجودة حاليا والمتوقعة مستقبليا. وإحنا من قبل 15 سنة نكتب وننشر بحوث عن هذه المشكلة، لكن مع الأسف الحلول لأي شيء يحدث هي حلول آنية لإرضاء مؤقت للمواطن بدون نظرة أو بعد نظر استراتيجي، فلذلك الأزمة تتعمق. زائدا أكو شيء مهم آخر أيضا، ماكو تنسيق بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان حول هذا الموضوع. يعني أعطيك مثال بسيط. إحنا لو ننظر إلى التقارير اللي تصدرها حكومة الأقليم حول هذا الموضوع، وإذا نفذت المشاريع
اللي كاتبة عنها في هذه التقارير نعم ما راح توصل مياه كافية إلى المحافظات الوسطى والجنوبية إطلاقا. فيعني إذن هناك مشكلة داخلية في توزيع حصص المحافظات المائية. هاي وحدة، زائدا التعامل مع دول الجوار أيضا ما موجود نعم بشكل جدي. فكل هذه المشاكل وغياب استراتيجية تتعامل مع الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية ما موجودة. فلذلك نشوف أنه تقارير المنظمات الدولية، انسى البحوث اللي أنا ناشرها نعم وإخوان اللي يشتغلون وياي حول هذا الموضوع، المنظمات الدولية سنة 2010 نعم الأمم المتحدة صدرت تقرير قالت إذا العراق ما يتخذ أي إجراء حول هذا الموضوع فسنة 2040 ما راح تدخل خط مياه نعم من نهري دجلة والفرات ورواتبهم. طيب دكتور، سؤال لو سمحت. يعني تفضلت في بداية حديثك بأنه أزمة أو مشكلة نقص المياه في العراق بدأت منذ السبعينات، يعني من 74 إلى 75 بدأت عندما بدأت سوريا وتركيا بإنشاء السدود، صحيح؟ تمام. طيب، لكن كانت هناك طريقة معينة في إدارة الملفات، هل الآن طبعا بعد 2003 مع الانفتاح الذي حصل للعراق خاصة والاعتراف والدعم الدوليين للحكومات التي جاءت بعد 2003، لماذا لم نرى تحسنا في قضية التعاطي مع ملف السدود أو مشكلة المياه القادمة من دول المنبع؟ لأنه الحكومة السابقة، خلينا نقول قبل 2003، كانت هناك قوة عسكرية رادعة موجودة. يعني من صارت الأزمة مع سوريا مثلا، من بدأوا يخزنون مي بأحد السدود، تحرك الجيش العراقي باتجاه الحدود السورية بوقتها، ودخلت المملكة العربية السعودية توسطت وحلت المشكلة في ذلك الوقت. بعد 2003 الوضع، خلينا نقول، أو القوة العسكرية في العراق صارت لا شيء. يعني هل تحل هذه القضايا بالتأثير العسكري دكتور؟ واحد من الأشياء المهمة هو القوة العسكرية. طبعا أكو أشياء أخرى ممكن تستعملها، اللي هي مثلا الملف الاقتصادي. نعم، إذا ما عندك قوة عسكرية، يعني هسه احنا من نتكلم عن التفاوض مع دول الجوار، احنا ما نقدر نهدد لا إيران ولا تركيا عسكريا لأنهم أقوى من عندنا حاليا نتيجة الوضع الحالي. لكن عندنا ملف آخر ممكن نستخدمه وقد يكون أقوى من الملف العسكري، اللي هو الملف الاقتصادي، لأنه تركيا وإيران معتمدين بشكل كبير جدا على ما استيرادات العراق من المواد المختلفة من هذه الدولتين. نعم. طيب، يعني دكتور، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي كان قد تحدث في وقت سابق وقال بأنه إن نشبت حرب عالمية ثالثة فستكون بسبب شح المياه في الشرق الأوسط. هل نحن صحيح الآن في بوادر هذه الحرب؟ نعم، احنا اذا يعني نرجع ونشوف كل الحروب اللي صارت سواء مع الكيان الصهيوني وغيرها، نعم، كلها السبب المخفي غير المعلن هو الموارد المائية. يعني الحرب مع إسرائيل، لاحظ انه شو استفادت منها اسرائيل؟ اخذت مياه نهر اليرموك والاردن، واخذت المياه الليطاني من لبنان. هذا واحد من الاهداف المهمه. تركيا وسوريا بال 87 الخلاف اللي نشب بيناتهم، الجهات الكرديه المناوئه للحكومة التركية اللي كانت عندهم معسكرات في سوريا برئاسة أوجلان، شلون قضت عليها تركيا؟ قطعت المي عن سوريا فأجبرتها أنه تغلق كل معسكرات التدريب، تسلم المقاتلين وسلمت أوجلان واعترفت بسيادة تركيا على لواء الإسكندرونة. فالمياه إذا تستعملها دول الجوار كلاح أيضا. طيب دكتور، أرجو من حضرتك أنه تبقى معي قليلا، نستمع لبعض الآراء من متصلين عراقيين ثم نعود لنكمل الحديث مع جنابك.
سيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل حياك الله. مساء محمد العزيز. أولا الجفاف معناته تصحر، معناته الفقر. ونتمنى أنه تتخذ الحكومة، أنا طبعا مو مع الخيار العسكري أو التحشيد العسكري، أنا مع الخيار التجاري، أنه يجب قطع أو تقليل العلاقات مع تركيا ومع إيران بحجم يعني أنا أدري العلاقات مع تركيا توصل بالمليارات، وكذلك مع إيران أكثر. يجب أن وكذلك هناك ضغوطات أخرى هي منظمات العالمية مثل منظمة مثل مؤتمر المناخ، مثل مؤتمرات البيئة التابعة للأمم المتحدة. يجب تحديد مسؤولين جادين، يعني مو دول اللي صار لهم 20 سنة ما يعرفون اللي يسوون، ناس جادين في وزارة الموارد المائية يحددون ضمن اتفاقيات مع إيران ومع تركيا تقسيم المياه، لأن ما معقول العملية تبقى فوضى بهذا الشكل. يعني إذا العراق يبقى تحدد من خلال بناء السدود العشوائية وتحديد كمية المياه العراق، بالتأكيد أكو جهة أخرى رقابية هي مسؤولة عن توزيع هذه المياه. فما معقولة تبقى الوضعية بالعراق بهذا الشكل. بالتأكيد راح يزداد الجفاف، راح يزداد التصحر، راح يزداد المناطق الصحراوية. هاي كارثة يعني كارثة بيئية فعلا مقبل عليها العراق. وأنا أشكرك جدا. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد. شكرا دكتور نظير. سيد أبو أحمد من بريطانيا تحدث بجزئية تتعلق بالموقف الدولي من حصص العراق أو حصص الدول المائية، لماذا لا يوجد تدويل للقضية من أجل أخذ الحق، يعني أخذ حصة العراق المائية بالشكل الكافي أو الكامل؟ من الأخطاء اللي دا ترتكبها الحكومات المتتالية أنه ما دا تتجه إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية في هذا الخصوص. بالنسبة للمفاوضات مع هذه الدول، يعني احنا جربناها صار أكثر من 60 سنة وإلى الآن ما توصلنا إلى توقيع اتفاقية واحدة مع تركيا أو إيران حول هذا الموضوع. الاتفاقية الوحيدة الموجودة هي مع إيران اللي وقعت بعد حرب الخليج، وفيها ملاحق تخص حصص العراق المائية من الروافد اللي تجي من إيران، لكن اللي قطعت الآن وحول مجراها. نعم بالضبط، يعني معناها أنه إيران ما التزمت بها. وأنا سبق أن ذكرت على قناتكم الكريمة أنه قبل شهرين تقريبا صارت مشكلة بين أفغانستان وإيران، وإيران ظلت تتكلم حول هذا الموضوع لأنه أفغانستان حاولت أن تستغل أحد الأنهار اللي تنبع داخل أفغانستان بالمياه وتجي إلى إيران. وإيران بدأت تهدد أفغانستان حول هذا الموضوع. طيب إذا أنتوا هيجي ويا أفغانستان ليش سويتوا أتعس من هذا مع العراق؟ حولتوا الكارون والكرخة وسيروان وغيرها. دكتور، هل تلام إيران أو تركيا أو سوريا بشأن ما يتخذونه من إجراءات يعتقدون بأنها تصب في مصلحة أمنهم القومي، أم يلقى باللوم على من يحكمون العراق الذين جاءوا بعد 2003؟ أي طبعاً إحنا نلوم كل الحكومات لأنه هملت هذا الموضوع. يعني إحنا إذا نريد نتكلم إذا تسأل مواطن إيراني أو تركي حول هذا الموضوع وتصرفات حكومته يقول لك أنا أيدها لأنه دا تأمن لي ما نحتاجه من مياه حاليا ومستقبلا. لكن احنا بالنسبة لنا الحكومات المتعاقبة مع الأسف هاملة هذا الموضوع، أصلا موضوع ثانوي جدا بالنسبة لها. وإذا تسأل قسم من المسؤولين أنا يعني متكلم معهم حول هذا الموضوع ما عندهم فكرة كاملة عن أبعاد المشكلة إطلاقا. فلذلك هذه مو يعني احنا ما نقدر نلوم بس وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة حول هذا الموضوع. هذا ملف مثل ما تفضلتوا يهم مستقبل البلد ككل. فلذلك المفروض الحكومة ككل تتخذ إجراءات تجاه هذا الموضوع سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي. دكتور، من وجهة نظرك يعني هل المشكلة تتعلق بعدم إدراك كامل للمشكلة من قبل المسؤولين في العراق، أم بسبب الأوامر الخارجية ربما أو المؤامرات الدولية المحاكاة على العراق تدخل ويعني تمنعهم من التحرك باتجاه هذا الملف؟ هذه اللي تفضلت بها
زائد شيء آخر، أكو مجموعة منتفعة من هذه المسألة. شلون منتفعة؟ لأنه احنا قلنا دا نستورد أكثر من 16 مليار دولار من المواد من إيران، نفس الشيء من تركيا، أكو ناس دا تستفاد من هذا الموضوع. زائدا اللي تفضلت به أنه تأثيرات خارجية، زائدا عدم إدراك من بعض المسؤولين حول أهمية وخطورة هذا الموضوع. فثلاث عوامل مجتمعة وصلتنا إلى هذه الحالة الحرجة. دكتور أرجو من حضرتك تبقى معي شوية. مشاهدينا الكرام، كما عودنا حضراتكم نجري استطلاعات رأي في الشارع العراقي، نلتقي بمواطنين ونسألهم عن المواضيع التي نطرحها. ذهبنا إلى محافظة النجف، التقينا بمواطنين عراقيين تحدثوا عن أزمة وانعكاسات نقص المياه على الزراعة في المحافظة وتأثيراتها المستقبلية. دعونا نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود. 20 سنة احنا نعاني الاهمال والظلم، جاملنا على حساب التعليم وعلى حساب الصحة وعلى حساب الصناعة، جاملنا على حساب كرامتنا. الآن وصلت القضية إلى خبزتنا. قضاء المشخاب معروف على صعيد العراق والعالم، بل العالم كله. احنا هويتنا الزراعة، هويتنا إنتاج العنبر. إذا واحد يسلبنا هويتنا فهو غلطان. إذا بعض مشايخنا وسادتنا من يدعي أنه شيخ يجامل على حساب حقوقنا ويوصل رسالة بأن المشخاب كله خاضعة تحت إرادته، هو هم غلطان. إحنا جيل واعي، سادتنا وناسنا ما تقدر تطلع، إحنا أبنائهم طالعين. الأيام الجاية يسمعنا رئيس الوزراء وحكومته الشيعية بالأغلبية الشيعية المطلقة نازلين للشارع من أجل حقوق مدينة المشخاب. المشخاب أساس الزراعة، ما يجون نخضع للمساومات والمزايدات ونسكت مستحيل. اليوم آل زياد وآل إبراهيم والزرفات والفتلة والشبل مع حفظ الألقاب باقي العشائر، الكل حاضر ممثل عن أبنائه. اليوم إذا تجاهلونا ممكن القضية تطلع عن إرادتنا والنوب ننزل للشارع. عندنا خطوات تصعيدية، إذا تجاهلتنا وزارة الموارد المائية وما أخذنا حصة المشخاب احنا نازلين للشارع. خطوات تصعيدية، ممكن نسد الدوائر، نسد القائم المقامية، نظاهر باب المحكمة، نلجأ لكل الطرق. باسم أهالي قضاء المشخاب والقادسية والمناذرة والحيرة، نطالب الحكومة بموقف جاد تجاه شحة المياه، تجاه شحة المياه اللي تعاني من عندها مناطقنا منذ سنين طويلة، وذلك بسبب التقصير المتعمد الحكومي بعدم مطالبة الدول المجاورة بحصة العراق من كميات المياه، حصة سنوية. احنا مثل ما يعني يعرف الجميع المناطق الزراعية، مناطق الزراعية معتمدة فقط على الزراعة، مناطقنا معتمدة فقط على الزراعة. الزراعة ما معني بها فقط الفلاح والمزارع، الزراعة عندنا محرك أساسي للسوق. يعني إحنا مناطقنا بصورة يعني بصورة عامة معتمدة بموسم الزراعة ما محصورة على الفلاح وعلى المزارع. الموسم الزراعي عندنا يعيش عليه السائق والكاسب، حمال، كهربائي، بالمحل وبالأقمشة وبالمخضر، كلها عايشة على الزراعة. الموسم ما محصور بالفلاح والمزارع. شحة الماء والتقصير الحكومي بالتوفير كميات الماء أثرت سلبا على مناطقنا بصورة عامة. شحة المياه سببت عندنا هجرة من الريف إلى المدينة. يعني أغلب مناطقنا الريفية الزراعية اللي ترفد العراق بالمحاصيل الزراعية اللي هو العنبر المحصول الأساسي اللي من أجود أنواع الرز انتهى هسه، انتهى وانقرض بسبب التعمد الحكومي الواضح على مدى عشرات السنين بإهمال هذا الملف، ملف الزراعة. احنا من 2003 ولغاية هذا العام احنا نزرع على عاتقنا، ماكو دعم حكومي كافي لإنجاح موسم الزراعة عندنا. احنا نشتري الأسمدة قطاع خاص، المبيدات قطاع خاص، المضخات، زيت الغاز، الكهرباء، كله قطاع خاص نشتريه ونمول ونزرع
ونسوق ونسوق ونعاني بأيام الموسم. يعني إحنا نهاية موسم الزراعة المحصول توصل إلى السايلوات، يعاني الفلاح حتى من التسويق. بموسم التسويق هو سنة كاملة، سنة موسم كامل خاسر، وكله تمويل ذاتي، ماكو دعم حكومي إلا يعني ممكن 5% من عده. نهايتها توصل المحصول للسايلو، السايلو يرفض المحصول إذا ما تدفع فلوس ورشاوي. مشاهدينا الكرام، استمعتم إلى حديث مواطنين، سنأتيكم بعد قليل أيضا بآراء مواطنين آخرين، لكن سريعا نسمع أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر. تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ محمد. إحنا والعراق يعني هو يعني أساساً يعني من قبل آلاف السنين هو كان بلد زراعي وبلد ذات حضارة وبلد ذات الرافدين دجدة والفرات. يعني قبل 2003 معروف عن العراق بزراعة النخيل، كان يعني يمتلك يعني أكثر من 47,000 دونم من زراعة الأراضي والمناطق الزراعية، وكان يعني العدد النخيل اللي كان يعني مثل التمور بنواحة أكثر من 34-35,000 نخلة. هسه للأسف من جد هاي الحكومات المتعاقبة حكومة العراق يعني من بدايتها ما بينت انه موقفها وخلاف تنصيب الحكومات اللي من حكومه الجعفري ولحد الان محمد الشاع السوداني قاعد يحكم، ما قاعدين انه يحكمون على الزراعه وللفلاحين، ما هو الا يعني عامل يعني اساسي للثروه الزراعيه العراقيه، يعني تشغيل ايادي عامله عندنا، كل المحاصيل اللي سبب هاي الحكومات الفاسده دمرت الزراعه. كان العراق معروف يعني بالدياله وباقي مناطقها يعني عندنا زراعه الحمضيات، يعني بالنجف عندنا معروف انه زراعه الشلب تكمل العنبر، فكل محافظه بمحافظاتها معروفه كان انه يعني عندها زراعه من ذات المحاصيل يعني السنويه يعني تعطي انتاج للحكومه وللدوله. تمام، انا اشكرك ابو عمر، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد، وصلت الفكره. نعود للدكتور نظير الانصاري مره ثانيه. دكتور، استمعت لأهالي قضاء المشخاب من محافظة النجف يشكون ويتخوفون من اندثار مهنة زراعة الأرز العنبر بسبب شحة المياه، وأيضا هو السؤال يوجه هل هناك تعمد بالقضاء على ثروات العراق من الزراعة أو الثروة الحيوانية أو السمكية نتيجة نقص المياه؟ يعني احنا قلنا الاسباب اللي تكلمنا عليها قبل دقائق ثلاثة، واحدة منها قلنا التأثيرات الخارجية. يعني احنا من نفقد الثروة الحيوانية والزراعية راح نستورد، فالدول اللي راح نستورد منها هي المستفيدة من هذا الموضوع، فلذلك راح تكون سعيدة جدا بفقداننا المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية لأنه هم راح يربحون. هاي واحدة من الأشياء. لكن المؤسف له يعني أيضا من خلال حديث المواطنين والأشياء اللي نتكلم عنها، احنا ما المفروض نعلق آمالنا على إيران وتركيا إطلاقا. يعني المفروض أكو تحرك داخلي أيضا. وإحنا قلنا أنه إذا نظل نعتمد بصورة رئيسية على المياه نهري دجلة والفرات وراء وافدهم وعلى المفاوضات مع تركيا وإيران، حتى لو كانت المفاوضات جدية ما راح تنحل المسألة في ليلة وضحاها. دكتور، هاي نقطة في غاية الأهمية حضرتك تذكرها، ما هي الأدوات التي يملكها العراق الآن لمعالجة القضية داخليا؟ داخليا المفروض هناك استراتيجية طويلة الأمد، يعني على الأقل 30 سنة، وهذه الاستراتيجية تنفذ بغض النظر عن منو الوزير المسؤول ومنو الكتلة اللي تحكم الحكومة. يعني هذه لأنه تخص أمن ومستقبل البلد. إحنا اللي دا يصير عندنا أنه من يتبدل الوزير يجي الوزير الجديد يوقف كل المشاريع اللي سواها اللي قبله ويبدي من جديد، هذه ما راح توصلنا إلى أي نتيجة. فلذلك هاي الاستراتيجية أيضا أنا كتبت عنها تفاصيل كثيرة، واحدة منها لازم نغير نظام الري. نظام الري الحالي، النظام السيحي، هذا فواقد المائية كبيرة جدا.
لازم نغيره إلى نظام الري بالرشد والري بالتنقيط، يعني البساتين كلها المفروض تتجه إلى الري بالتنقيط. لأن فواقدها المائية قليلة جدا. اثنين، شيء مهم جدا أيضا هو الاعتماد على المصادر غير التقليدية. يعني قلنا ما يصير نبقى على مياه دجلة والفرات وراوة. ما طبيعة هذه المصادر؟ هذه المصادر ثلاثة، واحد منها الحصاد المائي لمياه الأمطار، وأنا أجريت مع طلابي للدكتوراه العديد من البحوث على مناطق مختلفة من العراق، ووجدنا أنه من الممكن أن نجمع ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، حتى في بعض السنين راح تكون أكثر من الحاجة، وبوقتها اقترحنا أنه نضخها إلى خزانات المياه الجوفية حتى نستخدمها بالسنين الشحيحة. الاثنين، المصدر الثاني هو تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وأنا دائما أعطي مثال الأردن، دولة مجاورة لنا وضعها المائي أتعس من عندنا، لكن مستخدمين هذه التقنية، وإحنا جربناها أيضا. أنا وقتها اشتغلت بالأردن حوالي 12 سنة وفي جامعة آل البيت، وجامعة آل البيت في المفرق في منطقة صحراوية وكان ما فيها ولا شجرة، ومهندس الزراعة هناك كان أيضا عراقي اسمه حسام إلى الآن أتذكره، من تنقية المياه العادمة داخل الجامعة من المختبرات والمرافق الصحية والمطاعم قدرنا نزرع 20,000 شجرة زيتون، وخلال سنتين صارت الجامعة تصدر زيتون للعلم، وإلى الآن العملية مستمرة. فلذلك من الممكن أن نستخدم هذا المصدر أيضا بشكل ناجح. المصدر الثالث هو تحلية المياه المالحة. احنا عندنا خزانات مياه جوفية ملوحتها عالية لا يمكن استغلالها، لكن عندنا مصادر للطاقة مثل النفط والغاز والشمس، ومن الممكن أن نستخدم هذه المصادر لتنقية هذه المياه واستخدامها للأغراض المختلفة. أنا أركز على الزراعة، ليش؟ لأنه استهلاك الزراعة تستهلك تقريبا 85% من المياه المطلوبة، مطلوب استهلاكها داخل العراق. فلذلك إذا وفرنا للزراعة وقللنا كمية المياه اللي تحتاجها الزراعة راح يكون عندنا فائض كبير من المياه للأغراض الأخرى. طيب دكتور، أرجع لحضرتك لحظات، نسمع رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أظن صوتي إلى ما تفضل به الأستاذ الدكتور بهذه الآراء. وأيضا آراء الأخوة طلعوا بالاستطلاع. هي مو فقط مسألة المشخاب ومسألة التمر، هي مسألة بلد بكاملة. يعني الحيوانات تنتج سواء كان بالأرياف ولا كان بالأهوار ولا بالأسماك، يعني ملايين الأصنام. والزراعة شبه المنتهية وغيرها وغيرها. هذه تكشف عن مؤامرة عظيمة ومجموعة مؤامرات ضد العراق، إبادة الشعب العراقي بأي وسيلة. وأنا عندي فكرة أنه حفر بحيرات اصطناعية كبيرة جدا لكل المحافظات مع أكاديد تؤدي بوفرة الأمطار، كل سنة يقولون راح نسويها وماضي. وأنا سبق أن أخرجت فيلم للأمم المتحدة طول ساعة ونص على هذا الموضوع. وإن شاء الله في اليوم أجزلكم إياه. وأخذت نحية القادسية النموذج لهذا. يعني منظمة الصحة العالمية في العراق ومنظمة البيئة العالمية في العراق. وسويته وهدوا يكتلون على الفيلم. أنا مو مختص بالزراعة ولا مختص بالمياه. أما يطعون بعض المختصين وللأسف لأنهم سياسيين أو هم من أحزاب سياسية، ويقول لك الخطأ بالمواطن العراقي وتنقيط ورش. عمي يا تنقيط ورش، هذا شفت اللي دخل كتاب جينيس عدد دجلة ركض مهزلة ما صاير.
طيب. ما صار يعني سوريا بنت 10 سدود، كردستان جايبنهم 25 سد، وانا يعني غرام ابو داخل بلدك هي الكارثه الكبرى. نعم. أنا لازم نستعد للمواسم المقبلة، خاصة موسم الشتاء المقبل. نعم. ونحفر بحيرات الصناعية. والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا سيد أبو زينب. دكتور نظير، ما الدور الذي يلعبه المناخ في التأثير على كميات المياه الموجودة في العراق، وهل يمكن تصنيفه من الأسباب الرئيسة في تفاقم الأزمة؟ سبق عن تكلمت حول هذا الموضوع على قناتكم الكريمة، وقلت أنه كل البحوث اللي أجريت حول حوضي دجلة والفرات تشير إلى أنه كمية الأمطار خلال هذا القرن راح تقل بين 15 إلى تقريبا 30%. نعم. وهذا طبعا إذا نعكس على المياه نهري دجلة والفرات وروافدهم راح يأثر عليها سلبا بحدود 30 إلى 50% تقريبا. وطبعا هذه إذا قلت الأمطار وقلت تدفقات المياه في الأنهار راح يقل ما يترشح من المياه إلى خزانات المياه الجوفية. يعني هذه المصادر أيضا راح تكون شحيحة. فهذا هو التأثير المناخي. فلذلك المفروض إحنا من نعرف أنه هذه هي التأثيرات يجب أن نتخذ إجراءات معينة لتلافي النتائج السلبية من هذه التأثيرات. وأنا ذكرت قسم منها، لكن أكو نقطة مهمة أيضا أحب أذكرها. فضل. أنه المفروض أنه تكون عندنا خطة زراعية محكمة. شنو يعني معناها خطة زراعية محكمة؟ يعني معناها تتعامل مع الواقع والتوقعات المستقبلية اللي هسه قبل شوية تكلمت عنها. نعم. التغيرات المناخية. فلذلك احنا ما يصير نزرع بكيفنا، المزارع اللي استهلاكها للموارد المائية يكون عالي ولا نمنعها 100%. يعني هسه مثلا العنبر ده يتكلمون عنه، لا نطلق كيف الفلاح قد ما يريد ولا نمنعه 100%. المفروض أكو خطة تحدد المساحات المعينة لكل مزروعات. يعني رز العنبر شقد فلان محافظة تزرع، المحافظة الأخرى. الحكومة قلصت بالفعل من المساحة المخصصة لزراعة الأرز والعنبر، لكنها هل تسير بنسق صحيح فيما يتعلق بتقليل المساحات المزروعة؟ طبعا لا، مو قلنا احنا انه دائما القرارات هي قرارات آنية مستعجلة لحل وقتي بدون النظر الى الأبعاد المستقبلية والاستراتيجية. نعم. لهذا القرار. فلذلك انا اعتقد انه القرارات غير سليمة لأنه ما مبني على أساس علمي ويتعامل مع المشاكل المتوقعة مستقبلا. طيب. دكتور، البنك الدولي كان قد صرح سابقا وقال بأن العراق لديه مخزون من المياه الجوفية يقدر بمليار و200 مليون متر مكعب. نعم. يعني أيضا قال بأن النسبة المستهلكة من هذه المياه هي 5% فقط. يعني هناك رأي يقول بأنه لماذا لا نتوجه إلى هذه المياه من أجل الاستفادة في معالجة أو تقليل حدة الأزمة؟ أي حتى استغلال المياه الجوفية يجب أن يكون مبني على أسس علمية. يعني قبل كان هناك نظام حول استخدام المياه الجوفية، يعني مواطن إذا يريد يحفر بير لازم يروح ياخذ موافقة من مؤسسة المياه الجوفية. نعم. ليه هذا النظام؟ لأنه إذا احنا نحفر بكيفنا راح تصير عندنا شحة في المياه الجوفية وتستنفذ هذه المياه. وأرجع أعطيك مثال أيضا. نعم. الأردن معتمد بصورة رئيسية على المياه الجوفية لأن ما عندهم مياه سطحية. نعم. فصار استغلال جائر غير منطقي في بعض المناطق، جفت كل الخزانات المياه الجوفية في مناطق معينة. فإحنا لازم نشوف المشاكل اللي يعاني منها غيرنا وما نجي نسوي نفس المشكلة. هسه إحنا سوينا نفس المشكلة، من قالوا
مياه جوفية موجودة وليش ما تستغلوها؟ صار حفر آبار عجيب غريب أدى إلى أنه بحيرة الرزازة راحت. نعم. يعني كل شيء إذا ما مبني على أسس علمية وتتعامل مع الواقع الموجود فالنتائج راح تكون سلبية. طيب. البنك الدولي قال، وأنا شاركت بتقرير البنك الدولي للعلم بوقتها بالمناقشات، لكن المفروض الاستغلال يكون ضمن ضوابط علمية فنية بحيث ما نأثر على خزانات المياه الجوفية، لأن هذا الشيء يعني خزانات المياه الجوفية للعلم هذه للأجيال أيضا، مو للناس بس اللي قاعدين هسه. صحيح. الأجيال لازم نحافظ عليها لأنه تهم مستقبل الوطن ككل. دكتور أرجو من حضرتك تبقى معي لحظات، أرجع لك بعد قليل. سيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أخي، مشكلة المياه في العراق مشكلة مركبة حقيقة. يعني جزء منه هو عدم وصول الحصة المقررة للعراق من الأنهار اللي منابعها تقع في دول الجوار. وأحد أسباب ذلك هو تولي من ليسوا بأهل في العراق للسلطة وتفريطهم بكل مقدرات الشعب وبكل حقوق الدولة والشعب العراقي. هذا واحد. الشيء الآخر أخي، أنه مع الأسف أنا أقول، وأنا عراقي ابن عراقي، إحنا يعني مع الأسف مرات عند البعض من عندنا عنده حب الذات وعند الأنانية وعدم التفكير بالغير. يعني مثل الغريبين على المنبع يأخذون الحصة في المياه وما توصل إلى المصب، وهذه مشكلة أيضا. المشكلة الثالثة هو تردي يعني وسائل السقي اللي عندنا تستخدم سقي سيخ، وهذا يعني يبذر كثير من المياه ويعني في كل دول العالم الناس تستخدم الرش والناس تستخدم التقطير والناس تستخدم أساليب حديثة في الإرواء، إلا في العراق لا زالت على الطريقة اللي قبل 400 سنة أو 300 سنة وهي السيح، وهذا في الشيء مو صحيح. المياه الجوفية مع الأسف يوم بعد يوم نظرا لقلة الأمطار ونظرا للاستغلال الغير منضبط للمياه الجوفية، أيضا مثل ما تحدث الأخ اللي سبقني الله يحفظه، أيضا المياه الجوفية معرضة للنضوب، وهذه المياه الجوفية هي حقيقة مو ليست لجيل واحد وإنما لإلنا وللأجيال التي ستخلفنا. مشكلة المياه مشكلة معقدة، يراد لها قرار سياسي، يراد لها استراتيج معين، يراد لها رفع يعني الشكوى إلى الأمم المتحدة، يراد لها تحكيم دولي، وإلا يعني مستقبل العراق تصحر بكل ما تعني الكلمة. شكرا جزيلا سيد أحمد، أنا أعتذر منك لضيق الوقت. أرجع لدكتور نظير، تحدثت دكتور قبل قليل عن المرحلة المقبلة والتوقعات بأنه نسبة الأمطار والتأثير المناخي سيؤدي إلى قلة في الأمطار الهاطلة على العراق وربما أيضا المنطقة، لكن السؤال، هناك آلية تدعى الاستمطار أو حقن الغيوم، هل تعتقد بأنها مناسبة للعراق وهل لديه الأدوات من أجل تنفيذها؟ أولا يعني هذه لها ظروف خاصة ومعينة حتى تنفذها. العراق ما يملك هذه الأشياء اللي ممكن أن تنفذ بها هذه العملية. هسه احنا نريد ننفذ اشياء ما تحتاج الى لا تقنيات ولا هاي ومدى تنفذ. هالمره نجي على هاي يا اخوي دكتور، يعني نسعى لطرح الحلول قدر المستطاع، لعل وعسى هناك من يسمع. اعرف يعني انتم، انا اشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع الحساس اكثر من غيركم، وهذا شيء يدل على الوطنيه بالحقيقه. وأنا جدا سعيد أنه أنتوا يعني تتكلمون عن هاي المشكلة، لأنه لازم نوصل صوتنا إلى المسؤولين حتى شوية يتحسسون بأبعاد وحراجة الموقف في هذا الملف. فلذلك أكو حلول أبسط من هاي اللي تكلمنا عنها، اللي كنا هي مثلا تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية. يعني إحنا المياه العادمة كلها تصرف للأنهار
وهذا تسبب مشكلة أخرى، عدا شحة المياه تلوث المياه، وهذا واحد من الأسباب اللي أدى إلى نفوق آلاف من الأسماك اللي تكلموا عنها قبل كم يوم. صحيح. تكلمنا في عنها. محافظة ميسان، نعم، تردي النوعية. ونفس الشيء بالنسبة للمواطنين الموجودين في قضاء الناصرية والقادسية والنجف، دا يعانون مو شحة مياه بس، أيضا تردي نوعية. نعم. فهذه الأشياء المفروض أكو قوانين تحكمها، وأكو ضوابط، وأكو يعني التعليمات والقوانين إلى الآن ما تتفاعل مع الواقع الحالي لهذه المسألة إطلاقا، ولا الأعمال اللي الحكومة المفروض تسويها تقريبا لا شيء في هذا المجال. فهذا هو السبب الرئيسي. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لتواجدك معنا في هذه الحلقة، استفدنا حقيقة كثيرا، لعل وعسى هناك من يسمع ويطبق ما تفضلت به. الدكتور نظير الأنصاري الأكاديمي والمتخصص بشؤون المياه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، نكمل ما لدينا في هذه الحلقة. كما قلنا لحضراتكم، هناك جزء آخر مرتبط باستطلاع الآراء الذي جئنا به من داخل العراق. دعونا نستمع إلى آراء أخرى لمواطنين أيضا يشكون من قضية نقص المياه ثم نعود. احنا نستنكر السياسة المائية بالعراق بشكل عام، خصوصا احنا بالمشخاب. المشخاب هوية الزراعة للعنبر، والآن الفرات يمر بنص المشخاب والناس ما مستفادة من عنده. اكو شعار عند وزير الري وزير الزراعة دفع اللسان الملحي. انا فلاح ومزارع وشغلتي بالماي، ماكو واحد يحلي له بحر بنهر. الخليج بحر، ما تدفع البحر وبهذا شط الفرات تحلي البحر، هاي ما هذا، هاي لا يمشيها علينا، هاي مو صحيحه. احنا الفرات يمر بنص المشخاب وعلى خشومنا وممنوع تمد ايدك على الماي، هذا ما يصير، هذا الحكي مو صحيح. نريد سياسه مائيه واضحه. اليعو اللي هو اخر سد لنهر الفرات بالنجف مطلق، اللي يعو قبل للناصريه للهور شط العرب للخليج، يعني ما حد مستفاد من عنده. ليش؟ شنو تدفع اللسان الملحي؟ هو شط العرب ايش بيه حتى يدفع له؟ هو ماي مالح، ماي بحر، كله ريحه غاز ونفط وغير مستفاد منه. فاحنا ندعو الدوله سياسه مائيه، وضع سدود من المشخاب الى ان البصره، سدود حجز للماي. احنا مزارعين ونعرف الطريقه شلون، واذا ما عنده وزير الزراعه مستشارين، لا بالله ابسط واحد من فلاح المشخاب يقول له هاي الطريقه زين، وغير هاي ما عنده، رحم الله والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجنا احنا كأهالي المشخاب للمطالبة بحصة المشخاب المائية حال الأقضية والنواحي المجاورة لها، ما نذكر أسماء حتى ما يصير بعض الحزازية، لكن يحدون التساؤل. احنا انت اليوم هذا الفلاح تعتبره موظف، لما تجي تقطع راتب هذا الموظف بيش راح يعيش؟ انت ما تسألت. اضافه الى ذلك عندنا بعض الفلاحين ماخذين قروض من الدوله للحكومه، شلون راح يسدد؟ انت بعد يومين ما طالبه بهذا القرض اللي انطيته اياه انت كدوله لهذا الفلاح، اكيد راح تطالبه وجايب كفيل وراح يخسر الكفيل وراح تصير مشاكل ثانيه. فاحنا نطالب بحصتنا المائيه، ما مطالبين باي شيء ثاني. اليوم خرجنا بمظاهره تمثيل اهل المشخاب لغرض انه حصتنا المائيه نريد فقط. الان الموت بطيء للثروه السمكيه، الثروه الحيوانيه، للزراعه ايضا. احنا المشخاب معروف عنها منطقه زراعيه تزرع، وكل يعرف انه هو عنبر المشخاب اللي مشهور به، المشخاب اللي هو هويه هذه المنطقه. فانت ليش تحرمنا من ابسط حقوقنا؟ اليوم الفلاح نتساءل بيش راح يعيش انت لما انقطعت عنه هذه اللي هي مصدر رزقه الاول والاخير. احنا اهالي المشخاب، منطقه المشخاب معروفه هي منطقه العمل مالتها الرئيسي هو الزراعه، بالاضافه الى تربيه الحيوانات. زين، هاي الحكومه الان برئاسه السيد السوداني رفعت شعار الخدمه، يعني قالت احنا نريد نخدم. انا ابن المشخاب، اذا تريد تخدمني وفر لي المياه، ليش انا باقي بالنص؟ لا انا مثلا بالشمال ولا انا بالجنوب، ضال بالنص، ما ماخذ حقوقي. يعني احنا المطلب الرئيسي مالتنا ان هذا الناظم الان الموجود تتنزل بعض البابيات منه ولو بنسبه معينه. الانهر الفرعيه الان جفاف تام، الناس يعني قسم حتى والله كثير من عدها هاجرت من الريف اجت للمدن.
سئل ليش؟ يقول لك أريد ماء شرب حيواناتي، أريد أغسل، أريد أسبح. شوف هذا يعني كل مطلب الناس الرئيسي هو عبارة عن أريد مياه. هسه الناس يعني أغلبها حتى بدأت ما تفكر بزراعة العنبر اللي هو الهوية الرئيسية مال مشخاب. يقول لك أنا هسه على الأقل بستان عندي بيش كم نخلة كم شجرة أريد أسقيهن ماكو. يعني وين يريدون يوصلوننا؟ يوصلون هاي الناس وين؟ زين خلي يطلعون يكاشفوننا يقولوننا مثلا يابا هذا الماء، حتى الناس مثلا يشوف مصيرها تهاجر. يعني الآن اكتظاظ صار بالمدن، ما جاي يحسون دي أراضي مهجورة. إحنا بلد السواد، بلد الزراعة، المشخاب أبو العنبر، ليش هيك جاي يسوون بالناس؟ ما جاي نفهم، ما حد يجي ويبرر. هاي هسه الناس طالعة مظاهرات، إجا مسؤول سألها إيش عندكم واقفين هنا؟ إجا واحد مثلا يقول هاي الناس شنو اللي مطلعها؟ جاي هسه الناس متفكها طالعة هنا هيك بالشمس وبالحرارة؟ ماكو أي إجابات. يعني الناس تشوف الآن مصيرها مجهول، كل شيء ما جاي تعرف من مصيرها. فالمطلب هو مطلب بسيط، يا أخي هذول أهل المشخاب قلوا لهم إيش قد حصتنا من المياه، نزلونا جزء من الماء هذا اللي راح جاي يروح هدر. هذا هو المطلب الرئيسي مالتنا، هاي طلعتنا اليوم فقط على المياه. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.